نخش في الحاجه بتاعه النهارده. احنا برضو لسه في شابتر كنترول، ده اخر حاجه جايه في الميد تيرم يعني. شابتر ده شابتر 2 اللي هو بتاع سيجنال كونديشننج. هنكمل بقى لو احنا عاوزين نعمل نستخدم الاوب امز ونشوف ممكن تفيدنا في ايه. وهنبتدي بثلاث مسائل ببساطه وبعدين نشوف مسالتين ديزاين اكبر شويه. طيب دي السيركتس اللي عليك اللي تيجي في المسائل كتير، في غيرها في غيرها بقى اللي موجوده في المحاضره بس ما بتخش في المسائل قوي، بس دول اللي انت تبقى ايه عارفهم وعارف الديزاين بتاعهم. اول واحد فولتج فور، ده احنا عارفينه طبعا، عارف كلكم شفتوا الكلام ده اكيد قبل كده اصلا خدتوه في الالكترونيك صح؟ ماشي. فالفولتج فولور اللي هو بس ايه الفولت اللي هنا يطلع هنا، الناس يقول لك طب فايدته ايه؟ فايدته بس انه بيمنع الكرنت، ما فيش كرنت بيخش في الاوب اب، فيمنع بيايزوليت تو سيركتس عن بعض. مش هيمنع حاجه اسمها اللودنج افكت، واتكلمنا عليها كتير. حد مش عارف ايه اللودنج افكت ده؟ حد مش عارف ايه اللودنج افكت؟ ماشي. وده اللي هو الانفرتنج امبليفاير، دي رسمته. الفولت اللي داخل هنا هتبقى يطلع فولت اسمه في اوت، وعلاقته زي ما انت شايف كده نيجاتيف ار 2 اللي هي فيد ريزيستنس، ودي اسمها الانبوت ريزيستنس او الانبوت امبيدنس مضروبه في الفي ام. اسمه انفرتنج ليه؟ عشان بيحط اشاره سالبه. طب لو عاوز واحد ما بيعملش اشاره سالبه اسمه النون انفرتنج. هو نفس الرسمه بس بدل ما في ان هنا هتوصله بالجراوند والفي ان هيتحط هنا. دي الايكويشن بتاعته، في اوت بيساوي 1 زائد ار 2 على ار 1 في ان. الزياده عليه الترم الواحد بلس ده ما فيهوش اشاره سالبه. طيب وعندنا حاجه ثانيه اسمها السامنج امبليفاير. السامنج امبليفاير في الاخر لو انت عاوز تجمع اكتر من نقطه فولت مع بعض، مش لازم اثنين بس، ممكن تزود واحده ثالثه لو عاوز. ممكن نزود مثلا واحده ثالثه دلوقتي في 3 ار 3 زي ما انت عارف. السمنج يجمع اي عدد من الفولتج انبوتس يعني. فالفي اوت بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع في 1 في 2، بس خلي بالك كل واحده اللي هي الفيد ريزيستنس على الانبوت بتاعتها. يعني هتلاقي ايه؟ ار على ار 1 في في 1، ار على ار 1 في 1، ار على ار 2 في 2، ار على ار 2 في 2، ار على ار 3 في 3 وهكذا، بس بيحط اشاره سالبه. فهتلاقي السمنج دايما بيحط اشاره سالبه معلش يعني. طيب ايه تاني عندنا؟ الديفرنشال. الديفرنشال لو انت عاوز تطرح جهدين من بعض، 2 فولتس من بعض، في 1 وفي 2 عاوز تطرحهم من بعض، خلي بالك هنا لو خدت بالك في ملحوظه ان لازم دي تبقى ار 1 ودي نفس القيمه ار 1 برضه، دي ار 2 دي نفس القيمه ار 2. لو انت عامل الكونفيجريشن ده هيبقى الفولت بيساوي الفولت اللي عند الموجب بتاع الامبليفاير ناقص الفولت اللي عند السالب بتاع الامبليفاير، في 2 ناقص في 1 بس مضروب في ار 2 على ار 1. ده الجيم بتاعه. وعندنا بقى لو انت عاوز تعمل تفاضل او تكامل، عندنا دايره اسمها ديفرنشيتور. خلي بالك اسمها ديفرنشيتور، ده اسمه ديفرنشال امبليفاير، فما تلخبطش من الاثنين عشان ناس كتير بتلخبط من الاثنين. يقول لك يا عم قال لك استخدم ديفرنشال في السؤال، ايه ديفرنشال؟ هديفرنشيت ازاي؟ دي مش محتاجه تطرح. فديفرنشال اللي هو طرح سبتراكتور يعني، دي ديفرنشيتور. فديفرنشيتور هتلاقي الكباستور فيها كباستور، ظهر الكباستور هنا اهو، فهتلاقي ان الفولت بيساوي نيجاتيف ار في سي في تفاضل الفولت الانبوت، ده الفولت الاوت. الانتجريتور بدلت بس الريزيستنس مع الكباسنس، بدلت بس الريزيستنس مع الكباسنس، وهتصبح المعادله نيجاتيف 1 على ار سي في تكامل الفولت. دي حاجات البلوكات اللي احنا هنلعب بيها. ونشوف ثلاث مسائل سهلين جدا يعتبروا تعويض مباشر. يعتبر المسائل الجايه دي كانها تعويض مباشر. فطبعا المسائل دي صعب تجي لك في الامتحان. يعني المسائل دي تبقى صعب يجي لك بالبساطه كده يعني. المسالتين اللي هتانيين نحلهم بعد كده هنشوف ان هم مسالة شكلها عامله ازاي. هنا مثلا بيقول لك ايه؟ لو انا عاوز اعمل جين بلس 100، خلي بالك انا عاوز جين بلس 100. ايه هو الجين؟ اللي هو ريشيو الامبليفيكيشن فولت الانبوت، اللي هو زي ده يا جماعه، خلي بالك ده جين، لان في انبوت اتضرب في الفاكتور ده في اوت. وال ال ال ار سي، حد فاكر ار سي فلترز؟ تعمل جين بس تعمل اتنويشن بس، ما ينفعش الجين يبقى اكبر من واحد. انما هنا الامبليفاير ده اكتف، خلي بالك يقول لك اكتف سيركت وباسف سيركت. كل اللي احنا خدناه ده كان باسف سيركت، ده اكتف سيركت، فالجين ممكن يبقى اكبر من واحد، ممكن يعمل ماجنيفيكيشن. الار سي فلتر كان يعمل اتنويشن بس. تاني يا جماعه عشان الناس اللي جايه متاخر، علم على اسمك بس في الغياب، لو لقيت غياب اكتر مثلا ده مثلا بتاع حاجه وعشرين، هدي كل الناس زيرو. فانا بيقول لي هنا اعمل لي جين بلس 100. واداني بس نقطه كده، قال لي الانبوت امبيدنس لازم تكون 1.5 كيلو. قال لي استخدم مره انفرتنج امبليفاير ومره نون انفرتنج امبليفاير. حد يقول لي هل ينفع بانفرتنج امبليفاير اللي هو ده اعمل جيم موجب؟ هل ينفع اعمل جيم موجب بانفرتنج امبليفاير واحد؟ مش واحد، ممكن باثنين ورا بعض صح؟ فهي اللعبه كلها
لا هم مش لاقي حد جه. طب حدش جالك برضه؟ موتهم برضه، هو كده معروف. يلا مش مشكلة. ماشي. فباشمهندس قال لي ما ينفعش اعمل جيم بوجب بانفرتنج واحد بس، فلازم اثنين. فطبعا ان انت تعمل بلس 100 دي سهله قوي. انا هاخد الراجل اللي هو الانفرتنج ده، انت خلي بالك بقى في الديزاين يعني مش تقريبا مش محتاجه اي خطوات يعني. فطبعا تقول لي ده الفي انبوت. انا نفسي هنا في الاخر عند النقطه دي في اوتبوت يكون بيساوي بوزيتيف 100 في انبوت. فالطريق في النص ده بتاعك انت اللي تعمله. طبعا واضحه اول حاجه ان انت مش عارف اعملها بانفرتنج موجب، فاعملها مره مثلا جين نيجاتيف 100 ومره جين نيجاتيف 1 فيظبط يعني، او اي حاجه انت عاوزها يعني. طبعا ممكن واحد يقول لي هعمل او 10 ونيجاتيف 10 كله صح يعني، فده ديزاين ملوش حاجه غلط يعني. واحد بيقول لي مثلا، واحد قال لي هحط النون انفرتنج امبليفاير ده، سوري انفرتنج امبليفاير ده، وحط هنا مقاومه مثلا خلي دي 100 كيلو اوم ودي 1 كيلو اوم مزاجي كده. فالفولت اللي عند النقطه دي بقى كام؟ نيجاتيف 100 على 1 مضروب في بي ان اللي هو نيجاتيف 100 بي ان. وبعدين يقول لي هعمل بعد كده انفرتنج تاني وحط هنا مثلا 1 كيلو اوم 1 كيلو اوم. فكل اللي يحصل طبعا دي هتبقى نيجاتيف 100 في ان، يبقى اللي بيطلع هنا البوز 100 في ان، عشان هيبقى 1 على 1 مضروبه في اشاره سالبه بمنتهى البساطه. فانت المفروض سيادتك من نظر تعرف انت بتستخدم ايه. خد عندك مشكله في اول بارت ده؟ طبعا قال لك اعملها لي تاني بقى، اعملها لي بالراجل اللي هو نون انفرتنج. نون انفرتنج طبعا هحتاج كام واحد؟ هو واحد بس مش اكتر من كده. فواحد يقول لي اه يبقى هعمل ادي الفي ان بتاعي وانا الرسمه دي زي ما هي بتاعت النون انفرتنج. بتاعت النون انفرتنج اللي هو الفي ان هيوصل على الطرف الموجب بتاع الاوب ام، والطرف السالب واصل بمقاومه واصل بالجراوند دي ار 1. مش عاوز صوت يا جماعه، خد غيابك وامشي ما تعمليش وجع دماغي. فالفي اوت المفروض يكون بيساوي نيجاتيف، مفيش نيجاتيف بقى، 1 زائد او 2 على او 1 في الفي ان، وانت عاوز الكلام ده كله يكون يساوي بوزيتيف 100 في ان. طبعا دي معادله سهله قوي، معادله سهله قوي ممكن تحلها ازاي مثلا؟ لت ان او 2 مثلا بيساوي 99 كيلو اوم اند ار 1 يساوي 1 كيلو اوم. فساعتها 99 على 1 يبقى 99 زائد 1 يبقى ال 100 بتاعتك. طبعا دي مش مساله امتحان، دي احنا لسه بنسخن يعني. قول قول ما لسه ما قلتهاش. ما انت او صبرتش على البتاع. قول نفس السؤال. ماشي ماشي. فدلوقتي بقى ايه؟ وقعت انتوا في الغلطه اللي انا ايه طنشت حاجه، انا مستني حد يفشني فيها. فطبعا ايه هي؟ واحد قال لي انت كروتنا. ايه هي الانبوت امبيدنس؟ قال لك تعريفها بقى، ركز عشان عملت حاجه غلط. التعريف بتاع الانبوت امبيدنس هي المقاومه اللي بتسحب كارنت من فولتج انبوت. طب هنا في الاول فين هنا الانبوت امبيدنس المفروض تكون اي واحده؟ الواحد كيلو ده. فهي طبعا قال لي واحد ونص، فده غلط اللي انا عملته. فقال لي لا انت عملت غلط هنا، دي المفروض تكون 1.5 كيلو عشان دي الانبوت امبيدنس. ده طبعا اللي انا عملته لو ما كانش اداني اي كونستريت. طب عشان غيرت لي 1.5 اعمل ايه؟ بالظبط. قال لي خلي مش مثلا هي 150، هي لازم تبقى 150، فدي بقت اجباري 150، يبقى 1.5 ودي 150. لو انت مثلا كنت عملتها 15 كنت لازم تلعب في البتاع التاني. لو دي ما كانتش 150 كنت هتضطر تغير في ده. طب دي سهله الانبوت امبيدنس. طب هنا بقى فين الانبوت امبيدنس؟ خلي بالك انبوت امبيدنس هي اللي بتسحب كارنت. تحط موبايل في جيبك يا باشمهندس. فين الانبوت امبيدنس؟ قلت لك تعريف الانبوت امبيدنس هي اللي بتسحب كارنت من الفولتج انبوت. لا في ايه؟ لا مش فاكر. هو لازم تبقى بواحد ونص صح؟ اهي بس كده خلاص. ان الكارنت هيمشي كده، الكارنت هيمشي كده.
فدي الانبوت امبيدنس. خلي بالك دي الانبوت امبيدنس، عارفها اللي بتسحب كارنت مباشر من الفولتج انبوت. دي زياده على السؤال، يبقى انا حليت سؤال لو هو ما كانش قال لي الانبوت امبيدنس، وبعدين لو قال لي انبوت امبيدنس هحلها زي ما انت شايف كده. حد عنده مشكله في السؤال ده؟ نشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده اداك المعادله بقى دي، المعادله دي ده اصعب سنه صغير بس ستيل سهل. اداني المعادله دي، هو في الامتحان لو اداك معادله هي مش هيقول لك اعملها بايه، بس انا ماشي معاك كده كده لسه، بيقول لك اعملها لي مره بسامنج امبليفاير ومره بديفرنشال امبليفاير. ديفرنشال مش ديفرنشيتور، ديفرنشال اللي هو ده. فقال لك اعملها لي مره بالسامنج ومره بالديفرنشال امبليفاير. فتعالى نشوف الناس اللي جايه متاخره، علم على اسمك بس في الغياب، العدد قليل، لو لقيت عدد كبير في الكشف هدي كل الناس اللي قاعدين زيروس. فقال لك اعمل لي المعادله دي 3.35 في ان ناقص 2.68. المنظر اللي قدامك ده قال لك اعملها لي باستخدام سامنج امبليفاير. طبعا ده الفي اوت. فانت سيادتك بتعمل ايه؟ تحط منظر المعادله بتاعت السامنج ده قدامك، تحط منظر معادله السامنج ده قدامك. طبعا في الامتحان انت لو خدت بالك هتلاقي واحده فيها اشاره موجبه، واحده فيها اشاره سالبه. فاللي هيحصل ان انت مش هتعرف تعملها بسامنج بس، لان السامنج لازم يبقى اشارتين سالبتين، لازم يبقى اشارتين سالبتين. فهو ممكن تزود حاجه يعني عادي. هو انا طبعا السامنج لو خدت بالك من المعادله اشاره سالبه متوزعه على كله، فمش هقدر اعملها باسمه ايه؟ بصامنج بس، بصامنج بس. فطبعا ممكن مثلا واحد يقول لي ايه؟ انا عاوز احلها على طول ونشوف هتلطوها ولا لا. عاوز ارسم الدراع على طول، اصل انت بعد فتره الكوشن دي سهل قوي تعملها ترسمها على طول. فعاوز تجرب ارسمها وتشوف هتفهمها ولا لا. فاول حاجه مثلا هعمل الجزء ده لوحده. ركز معايا. فاقول لك ادي الفي ان. V1 بيساوي كام؟ كم؟ اللي هو زي الترم ده نيجاتيف 3.35 Vn. جت منين؟ من الايكويشن اللي انت قلتها لنا ورا خالص اهي. نيجاتيف R2 على R1، 33.5 على 10 تديك 3.35 في الان. حد عنده شايف دي؟ ماشي، دي أول واحدة. مبدئيا لما تستخدم فولتج سورسز ما ينفعش واحد يقول لي ده فولت كده هفترض عندي بطاريه فيها 2.68، ما ينفعش. الفولتج سورس اللي استخدمها اللي هي الستاندرد اللي هو 5 وال 12 فولت، 9 فولت، 15، ممكن تعكس ولايتي، ممكن تستخدم نيجاتيف 15 فولت انت عكست البطاريه، بس دايما تستخدم الستاندرد. باشمهندس بتعملوا ايه؟ تكتبوا ايه اللي معاكوا ده؟ تعال 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 اللي معاك ده كشف غياب؟ طب انتوا بتذاكروا فيه؟ قاعدين والثلاثة بيبصوا في الكشف وبيعمل اسمك علم ودي اللي جنبك. اسمك ايه يا باشمهندس؟ مؤمن. ماشي. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة باشمهندس يقول لي طب أنا عاوز الفولت ده أجيبه إزاي؟ ركز بقى، لازم دايما لو عندك فولت غريب كده تعمله تجنيته أنت. إزاي؟ أبسط حاجة. حد متخيل؟ ديفايدر. قال لي فولتج ديفايدر. واحد يقول لي بمنتهى البساطه افترض مثلا ان انا عندي ال 5 فولت وعندي مقاومه هنا صغيره اسميها ار 1، خلي دي مثلا المقاومه متغيره ودي ار 2، وسيادتك لازم تظبطهم انت يعني ديزاين تحق تصلب قيم ار 1 وار 2 عشان تطلع الفولت ده بوزيتيف 2.68. خلي بالك عشان اعمل غلط. طبعا انت لازم تحلها، لو دي في الامتحان ناقصه هتنقص، مش هحلهم يعني. طبعا ديفايد حط اي قيم ودي 5 فولت، لازم بس دي تبقى 5 فولت، ممكن تبقى 9 فولت، ممكن تبقى 12 فولت، ممكن تبقى 15 فولت اللي هي الفولتج سورسز المعروفه يعني. فبيزد على ده انت هتقول لي القيمه ار 1 وار 2. طيب هتفترض واحد وتجيب الثانيه،
تفايد ار2 من هنا وبعدين تجيب ار1 لما هو هي بوتنشيوميتر. طبعا تخلي دي بوتنشيوميتر ودي ار1 نعملها معاكم ولا والله عبيطه. فمثلا لو انا اخترت مثلا خليني اختار 15 فولت اهي عملها مره واحده اختار 15 فولت. فلو اخترت 15 فولت فانا عاوز كان القانون بتاع الفي ديفايدر ده كان بيساوي الفولتج سورس مضروب في ار2 على ار1 زائد ار2. انا عارف الفولتج سورس عارف اللي هو 15 ار2 والار1 دي انا وعارف الفي ديفايدر اقدر انا عاوز اطلع 2.68 هيبقى لها بقى قيمه ار2 وار1 زائد ار2. طبعا بما ان انا اقول ان ار1 هي ديفايدر سوري هي بوتنشيوميتر ممكن اقول ليت ار2 بتساوي 10 كيلو على طول مثلا 10 كيلو مثلا. فلو افترضت دي 10 كيلو ودي 10 كيلو فانت مع كل حاجه الا ار1. فهتكون بمنتهى البساطه ممكن تقول زي 4 ار1 لو حسبتها هتلاقيها 45.97 كيلو اوم. دي جايبه منين؟ من بوتنشيوميتر. فدي مساله جانبيه انت بتحلها يعني. دي مساله جانبيه مالهاش علاقه بالمساله بتاعتنا اصلا. دي حاجه جانبيه انت بتحلها. فانت ايه دي في الامتحان كده دي حاجه عطايه كده. قول. ده ديزاين براحتك زي ما انت عايز كله صح. انت بتتكلم على ايه؟ على الرقم ده؟ تخليه 5 فولت فولت سورس كومن وتلعب في الجيم بتاع الاوب ام الصامي صح؟ ده السبب. بس انا عشان عاوز اوريك دي باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا اخلي النقطه دي 5 فولت 5 فولت والعب في الار على ار2 بتاعت ال 5 فولت العب في الجيم صح؟ حل احسن كمان من اللي انا عامله. بس انا عشان عاوز اوريك ان في الامتحان هيحتاج دي كتير عاوز اوريك تريكه كمان طيب الرقم ده والرقم ده تخيل بقى دلوقتي لو انا عملت سامينج امبليفاير اللي هو بيجمع ده بس خليت كل المقارنات بتاعته حايد. ركز بقى في اللي انا هعمله. فدي 1 كيلو ودي 1 كيلو ودي 1 كيلو نيجاتيف بوزيتيف طيب لو قلنا ده V1 اللي فوق ده V1 وده V2 السامنج امبليفاير اللي هو V out في الاخر هتبقى قيمته بكام؟ ناقص 1 على 1 اللي هي دايما ناقص 1 يعني. يبقى عندي بتساوي ناقص مضروب في الرقم ده زائد الرقم ده تمام اللي هو نيجاتيف 3.35 VL زائد 2.68. فلما الناقص تخش جوه يبقى عندك ال V out يساوي بوزيتيف 3.35 V in ناقص 2.68. ده اللي هو عاوزه ها استني حد يقول لي في حاجه ظنونا غلط. صح الراجل قال لي خلي بالك الديفايدر دي الايكويشن بتاعته اللي انت حليتها لو مفيش كارنت بيتسحب هنا. دلوقتي دي كارنت بيتسحب هنا حلها ايه؟ قال لي يا عم بسيطه بقى خلاص لما تيجي تعمل ديفايدر سيركت او اي سيركتس عاوز ايزوليت اللودنج افكت هتحط بقى اللي هو سميناه البفر او الفولتج فولور اللي هو اول واحد هناك ده. ممكن واحد تلاقيه عمل لي مثلث بعد كده هبقى فاهم ده بفر تمام. بس لو عملت لي مثلث المتخلف ده قول لي ده فولور يا اما ترسم الرسمه بتاعته. فده الفولور بتاعه. فكده مفيش كارنت بيمشي من هنا فدي الايكويشن دي تبقى صح. حد عنده مشكله دي؟ فدي باستخدام السامنج اللي هو اول واحده يعني. الثانيه سهله قوي بقى. هنحلها في حته فاضيه دي. قال لك اعملها لي بديفرنشال اللي هو حاجتين بيطرحوا من بعض اللي هو ده. خلي بالك ده ايه؟ حاجه بالموجب وحاجه بالسالب. حاجه بالموجب وحاجه بالسالب. ايه؟ حاجه بالموجب وحاجه بالسالب. ف ممكن انا اعمل ايه؟ انا بس يعني عشان اوفر على نفسي خطوه
واحد يقول لي هتعمل بقى الراجل اللي بيعمل الجين وبعدين تعمل، عاوز اعملها بخطوه واحده او تقريبا خطوه واحده. ممكن لو زميلي قال لي حل برضه ممكن اعملها بخطوه اقل مني. ركز بس هعمل ايه. انا المعادله دي هسحب منها 3.35 في ان. لما اسحب منها 3.35 في ان هيبقى تقريبا 0.8 اهو. ممكن حد يتاكد ورايا؟ حد عنده مشكله في المنظر ده؟ حد عنده مشكله في المنظر ده؟ ليه عملت كده؟ يقول لي اه بص بقى عشان عندك ار 2 على ار 1 وحاجه ناقص حاجه على 2 فخلاص هيبقى عندي. يبقى انا هخلي ان ده هو ار 2 على ار 1 وده اللي هو فولت 2 اللي عند الطرف الموجب وده فولت 1 اللي عند الطرف السالب. فهحلها بخطوه واحده يعني. ولو انت ايه ده اجيبه ازاي؟ فولت ده برضه زي نفس القصه دي. طبعا دي مساله اسهل كتير. طبعا انت مع الوقت هتلاقيك ايه؟ مع حل كام مساله هتلاقيك بتجيبهم من نظر كده. فالمهم يعني. فخلاص طبعا هنا ال 0.8 فولت ده طبعا سيادتك جايبه منين؟ من عندك الفولور وعندك ديفايدر سيركت انت هتحسبها بقى. ده 5 فولت مثلا. انت تحسب الكلام ده. المهم ده يبقى 0.8 فولت او الطرف 0.8 فولت. وهنا عندك ده الفي ان بتاعك. الفي ان بتاعك. معلش انا هعكسهم ده ال 0.8 فولت. ده جاي من فولور اهو وجاي من ديفايدر سيركت. لازم تحسب قيم الديفايدر سيركت. وده الفي ان. طبعا سيادتك منتهى البساطه بس اللي فاضل انك تحط قيمه المقاومات. فممكن احط برضو دي 33.5 ده كيلو كيلو وده 10 كيلو وده 10 كيلو. ففي اوت لما تعوض بقى يبقى عندك 33.5 على 10 اللي هي بتطلع 33.5 على 10 في 2 اللي هو هيبقى في ان عندك وفي في 1 اللي هو واصل بالسالب اللي هو 0.8. ده اللي هو التشيك. دايما اعمل تشيك في الاخر عشان تبقى تتاكد انت صح يعني. التشيك لما تعوض تطلع نفس اللي هو مطلوب منك يعني. المهم خطوه التشيك دي يا جماعه. يعني بعد ما تحلها وكل حاجه يعني اتاكد معلش ميه زياده. طبعا الحل الثاني اصغر كتير من الحل الاولاني. هو بس عاوز اقول لك ان ممكن نفس الحاجه تعملها بكذا طريقه. بكذا طريقه. فهنا طبعا هو بيعلمك لسه يعني. حد عنده مشكله لحد هنا؟ انا عارف كان لحد هنا بسيط يعني. تعال نحل اخر واحده بسيطه. حد من حاجه هنا؟ اخر واحده برضو اداك المعادله دي. وهنا بقى ماشي معاك 3 3 بيقول لك ايه؟ استخدم انفرتنج وانتجريتور وصامنج عشان تعمل دي. طبعا في الامتحان مش هيقول لك استخدم ايه يعني. هو انا ماشي معاك استخدم انفرتنج وانتجريتور وصامنج عشان تعرف تعمل المنظر ده. طبعا لو واحد عاوز يعملها يعني انا بدل ما ارسم الرسمه على طول بعملها شخبطه كده. ركز بس يعني انا بحب اعملها بالشخبطه الاول. فانا مثلا اقول لك ايه؟ ادي الفي ان بتاعي. يعني ده مش الرسمه، ده شخبطه مبدئيه. فانا اقول لك مثلا ايه؟ هعمل انفرتنج امبليفاير بيدي نيجاتيف 10 جيم. فاعمل صندوق كده فاللي يبقى خارج هنا نيجاتيف 10 في ان. دي اول حاجه، يعني انا بفكر بس. وبعدين الفي ان نفسه ركز بقى معايا، هعمل انتجريتور اللي هو ده الجيم برضو بتاعه بيعمل نيجاتيف 4 جيم. فاللي خارج من هنا نيجاتيف 4 تكامل في ان دي تي. وبعدين اقول لك هعمل صامينج ب 1 جين. فلما تعمل صامينج ب 1 جين خلي بالك ان الصامينج غصب عنك فيه اشاره سالبه. فلما يبدا باشاره سالبه وهنا وهنا هيبقى النتيجه النهائيه خلاص اللي انت عاوزها 10 في ان ناقص 4 في ان دي تي. ده قبل ما تحل يعني. دي شخبطه. فلما يعني بدل ما ترسم كل الوجع دماغ ده ممكن تشخبط الاول تشخبطها في مساله لو مساله كبيره يعني. نعم؟
لا هي دي انا اقصد بيه صامنج، انا كسلت اكتب صامنج. ف زائد سوري، لان ده سالب وده سالب والصامنج هيضرب الاثنين هيجمعهم ويضرب الاثنين في سالب، فيبقى بالمنظر ده. اصلا امسح ده يعني، انا بس بوريك ايه لو انت عندك مساله كبيره شخبط الاول كده زي بلوك دياجرام اللي احنا قلنا عليه قبل كده في المعمل يعني. طيب ممكن كل بلوك تعمله لوحده بقى، ده سهل خلاص. خلاص انت لو الكلام ده طلع معاك صح والجرنك المبدئي اللي طلع صح، سهل بقى تروح راسم الكلام ده من الاول. يبقى الفي ان اهو، تعالى اعمل الانفرتنج امبليفاير اهو، نيجاتيف بوزيتيف. فانت عاوز على النقطه دي في 1 يكون نيجاتيف 10 في ان. ازاي اعملها؟ عادي يا عم، مثلا ادي 10 كي وادي 1 كي، او دي مثلا اي حاجه كله صح يا جماعه، 100 كي و10 كي صح. يبقى انت كده خلصت من الصندوق الاولاني ده، خلصت منه. وبعدين تقول لي لو دي الفي ان بتاعتك ممكن بقى اعمل الانتجريتور اللي هو ده. فانا عاوز النقطه دي، النقطه دي اللي هي في 2 دي تكون نيجاتيف 4 تكامل في ان دي تي، في ان باي دي تي. فمنها تفترض قيم الار والسي. انت عاوز ايه يعني؟ يعني انا عاوز لو عملها لك على جنب كده، انا عاوز النيجاتيف 1 على ار في سي بيساوي نيجاتيف 4. طبعا افترض الكباستور مثلا وتجيب منه الريزستور، تفترض الكباستور وبعدين تجيب منه الريزستنس، واي طريقه ليك صح يعني. فمثلا الريفرنس اختار ده 2.5 مايكرو فاراد، 2.5 مايكرو فاراد، واتقالت له دي 100 كيلو. جرب تعوض كده 2.5 في 100 على ده هتطلع لك نيجاتيف 4. فانت بتفترض الكباستور وتجيب منه بعد كده الراجل اللي هو الريزستنس يعني. فهو اختار القيم، اختار القيم عشان تبقى دي بوتنشيوميتر يعني، دي 100 ودي 2.5 تمام. وفي الاخر هتعمل اللي هو اليونتي سامنج بقى اللي قلنا عليه ده. ادي سامنج 1 كي 1 كي وادي 1 كي نيجاتيف بوزيتيف. فلو عطت طبعا اللي هو في 1 وفي 2 هيبقوا مضربين من الايكويشن دي، مضربين ده في واحد وده في واحد وده في اشاره سالبه، فالايكويشن توصل معاك صح يعني. حد عنده مشكله في الكلام العبيط ده؟ كلام بيزك جدا. ماشي. تعالوا بقى نبدا نشوف مسالتين، انا فاضل مسالتين وهنمشي يعني. مسالتين والله اكتر. لا مسالتين، مسالتين بس، مسالتين بقى ايه؟ فيهم ديزاين، يعني اول امتحان مش هيجي يديك المعادله. مش هيديك اي حاجه، هيقول لك مشكله كده ويقول لك انت ايه؟ انت حلها لي. دي بقى مسائل بجد اللي هما الاثنين دول. ودي يا دوبك بدايه الصعوبه يعني. طبعا في امتحان الفاينل دي بتبقى دايما امتحان مساله كبيره جدا بتخش فيها كل الشباتر مع بعض. فده دايما برضه هتلاقي دي حتى لو صعبه هي جزء من المساله. على الميد تيرم ممكن تبقى دي مساله. بس في الفاينل دي هتبقى جزء كمان من المساله. طيب تعالى نركز مع بعض نقرا السؤال ده. 33 بيقول لك عندي بريدج. البريدج ده فاكرين البريدج اللي هو فيه اربع مقاومات ار 1 وار 2 وار 3 كلهم 120 اوم ماشي، والفولت بتاعه 10 فولت، والفولت بتاعه 10 فولت. ار 4 اللي هي ريزيستنس منهم دي متغيره اللي هي غير السنس بتاعك، تغير من 120 اوم لحد 140 اوم، ده التغير بتاعها. بتقيس تمبرشر بقى، بتقيس اي حاجه. هو بيقول لك انا عاوز ديزاين سيجنال كونديشننج سيركت، اللي احنا بنعمل كل الرسم اللي فات ده اسمه سيجنال كونديشننج سيركت، بحيث سو ذات ان الفي اوت اللي هو الاوتبوت النهائي بتاعنا يحصل له فارينج يتغير من 0 فولت ل 5 فولت. ده اللي احنا عاوزينه. وقال لك في الاخر بعد ما تعملها ارسم لي كده بلوت هنبقى نبص عليه لو مش حد يفكر. طيب تعالى نشوف اللي عندنا يعني. فاحنا عندنا بريدج، فعندي ار 4 دي في بريدج بتتغير من 120 اوم بتوصل لحد 140 اوم. لما الريزستنس دي تتغير ايه اللي هيتاثر في البريدج؟ الدلتا في بتاعه اللي هي الدلتا في اللي هو ما بين النقطه A و B. فطبعا دلتا في
اللي هي بتاعت البريدج هتتغير من قيمه رينج لحد قيمه معينه. ده احنا عاوزين نعرفها نحسبها الاول. طب ليه؟ لان بعد ما نحسبها عاوزين هو مدينا بقى المطلوب، هو عاوز ان الفي اوت تتراوح من 0 فولت لحد 5 فولت، ده اللي هو عاوزه. فخطوات المساله لو سيادتك واخد بالك، اول حاجه المساله بريدج هنعوض عليه مباشر عشان نعرف دلتا في. طب بعد ما نعرف الدلتا في هنبص كده على دلتا في وتبص على الفي اوت وتستنتج انت ايكويشن زي الايكويشن اللي هو كان بيديهم لنا، ومن الايكويشن تستنتج انت هتستخدم ايه من ده عشان تعرف تعمله. حد فاهم حاجه؟ ماشي كويس. طيب تعالوا مباشر بقى فور البريدج. اول حاجه لما تبقى ار 4 بتساوي 120 اوم من غير ما اعوض، حد عارف الدلتا دي هتبقى بكام؟ زيرو. كلهم زي بعض، كلهم طبعا دي من غير تعويض هتبقى زيرو. انما بقى لما تبقى عندك ار 4 بتساوي 140 اوم، طب احنا لا دي محتاجين نحسب، اقول له ماشي احسب، هيقول لي الدلتا بي هتساوي الفولت اللي على النقطه ايه والفولت اللي مع النقطه بي. لو انت فاكر القانون طبعا مش لازم تفتكر، انت ممكن تحسبه، يعني هتلاقي ان هو بيساوي الفولت السورس الرئيسي، هو احنا قلنا ايه كان 2 ديفايد. شوف حد فاكر البريدج ولا لا؟ ممكن نرسمه سريعا كده. ده كان البريدج وكان ده الفولت السورس بتاعك، دي كانت نقطه ايه ودي نقطه بي، ار 1 ار 2 ار 3 ار 4 دي القيم كلهم 120 والفولت ده كان 10 فولت. طيب طبعا لو انت بصيت الفولت اللي عند النقطة A هيكون بيساوي 10 على R3 R1 زائد R3 اللي هو كلهم 120 يعني، ناقص 10 برضو R4 R2 زائد R4. طبعا ار 4 هتلاقيها زادت، فهتلاقي الترم ده كله هيطلع ان شاء الله بالسالب لما تعوض، يعني هيطلع نيجاتيف 0.385 فولت. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طبعا عوضت بس شلت ار 3 حط 120 120 وحسبتها على كده طلع لي الرقم ده. طيب انا استفدت ايه دلوقتي؟ بس يا جماعه مش عايزين صوت بقى، عرفت ان دي هتبقى زيرو وعرفت ان دي اللي هي نيجاتيف 0.385. هو عاوزك تعمل ايه دلوقتي؟ عاوزك تغير الرينج من زيرو نيجاتيف 0.385 لده، تمام؟ عاوزك تغير المنظر ده. فا او لو انت عاوز تخيلها كرسمه، يعني لو قلت لك ده الدلتا في هو بيبقى من عند زيرو 0 فولت وبيجي هنا على نيجاتيف 0.385. لو ده الفي اوت هو برضه هيبقى 0 بس يطلع هنا عند 5 فولت. فانت عاوز تجيب الايكويشن بتاع اللاين ده، اللي هو بتاع التحويل ده، عشان انت لو عند 0 هتبقى 0، نيجاتيف 0.385 هتبقى ده، تبقى عند النقطه دي. في الاخر انت عاوز ايكويشن ستريت لاين يعني، تمام؟ الاكس اكسس بتاعك هو الدلتا في والواي اكسس بتاعك اللي هو الفي اوت. طبعا دي سهله، فهتقول ليت بقى ان الفي اوت بتاعك ايكويشن ستريت لاين اللي هي واي بتساوي ام اكس بلس سي، ام الاكس بتاعنا اللي هو الدلتا في، السي اللي هو الاوفست بنسميه احنا في او اللي هو في اوفست، يعني لان هو الاوفست قيمته بالفولت في او. تمام انا عاوز اجيب ايكويشن ستريت لاين ومعايا شكل الايكويشن، هعمل ايه؟ عاوز نقطتين، عايز النقطه دي عليه والنقطه دي عليه. فاول نقطه دلتا في بتساوي زيرو، لما دلتا في تساوي زيرو انت عارف هو طالب منك عند دلتا في بتساوي زيرو، الفي اوت تساوي زيرو، يبقى الفي اوت تساوي زيرو. لما تيجي تعوض في المعادله دي تطلع منها بايه؟ زيرو وزيرو، يبقى لك ان الفي اوفست بكام؟ الفي اوفست ده بيساوي زيرو. يبقى انت اول حاجه عرفت قيمه الانترسبت بتاعك بيساوي زيرو. عندك نقطه كمان، عندك نقطه كمان اللي هي 5 فولت، انت عاوز 5 بيساوي الام في الدلتا بي اللي هو نيجاتيف 0.385. فبمنتهى البساطه تجيب من الام هتلاقي 0.4 ان الام ابروكسيمتلي هيبقى نيجاتيف 30. ده الجيم بتاعك ابروكسيمتلي نيجاتيف 30. فانت كده
بص بقى منتهى ببساطه زي فور من المعطيات كلها اديها لك في اوت كل سيادتك معاوده يبقى نيجاتيف 13 دلتا بي. ده اللي هو ده هنا بس ده اللي احنا وصلناه. دي المعادله اللي هي المفروض كانت بتاعنا في اول المساله. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ عنده مشكله اسالني. فانا بدات من دول 120 140 منها حسبت رينج الدلتا بي اللي هو الفولت اللي هو ده ده الدلتا بي ده الدلتا بي حسبت الرينج ده هو عاوز الرينج ده فهي كويشن ستريت لاين. فلو خدت بالي هتلاقي بعد ما حصلها السلوب بتاعه نيجاتيف 13 ف 0 ضرب 16 يبقى 0 ده لما ضرب نيجاتيف 16 يبقى 5 فولت بس ده اللي احنا عاوزينه. قول البولاريتي قصدك لا غلط. هو خلي بالك هو قال لك لما 120 بتبقى 140 تبقى 0 ب 5 فولت. خلي بالك الرنجات قال لك لما 120 140 0 ب 5 فولت فيبقى 120 مكمل ليها لما انت حسبت تلعب دلتا في ب 0 والفي اوت ب 0. لو عكست غلط لو عكست غلط ما تجودش نفس الرينج اللي هو الدوله تمشي عليه غلط. لو الدكتور طيب هيديك درجه مش طيب هيديك 0 ماليش دعوه. طيب فضلنا نعمل ايه دلوقتي من الديزاين بتاع دي؟ دي نعملها بمنتهى البساطه بايه؟ ها بانفرتنج امبليفاير صح؟ ولا بايه؟ عشان ايه صح؟ قولي انت انت صح الوحيد. اه باشمهندس تقول لي لا انتوا كلكم غلط دي طيب دلتا في دي عباره عن طرفين A و B فهي اصلا مش ما فمش تعمل ما ينفعش تعمل بانفرتنج اصلا. فباشمهندس تقول لي لا ارجع للصح بقى نيجاتيف 13 في اي ناقص في بي دول طرفين دول 2 بوينتس للفولتج فمش طرف واحد. فقالت لي لا دي هتتعمل بالديفرنشال مش بنون بديفرنشال. وخلي بالك بس هي خدت بالها الديفرنشال ما بيحطش اشاره سالبه. فقالت لي طبعا هكتبها بطريقه ثانيه قالت لي هتبقى 13 في بي ناقص في اي. فالمنتهى البساطه هتتعمل بديفرنشال امبليفاير مش هتتعمل بال اسمه ايه ده؟ مش هتتعمل باللي انت قلته الكلام الفاضي ده. طيب لو انا افترضت بقى معلش انا هرسمها هنا بس دي نقطه ايه ودي نقطه بي. ركز البولاريتي مهمه قوي ركز البولاريتي مهمه قوي. فالباشمهندس قالت لي اعملها بالكلام ده. فلو انا عندي الديفرنشال امبليفاير اللي هو ده هو نيجاتيف بوزيتيف قلنا عندي مقاومه هنا ومقاومه هنا الباشمهندس قالت لي مثلا هخلي المقاومات دي 130 كيلو ودي 130 كيلو ودي 10 كيلو ودي 10 كيلو. خلي بالك الديفرنشال لازم يبقى دي ار 2 ودي ار 2 ار 1 لار 1 عشان البروف ده يطلع صح. لو القيم دي ومش تساوي دي ودي مش تساوي دي البروف ده غلط. تضطر في ليه بروف بس كبير بقى تروح تشوف اثباته يعني. ماشي بالمنظر ده بحيث يبقى ان ار 2 على ار 1 ب 13 الفولت اللي عند النقطه دي في 1 وده في 2. السؤال بقى انا عاوز البوزيتيف عند في 1 يوصل ده في بي دي نقطه بي وده عند نقطه ايه اوصلهم على طول؟ لازم تحط فولور عشان تمنع. طب ممكن واحد يحط لي كده يقول لي ده فولور خلاص هقول له ماشي يعني. طبعا ممكن ترسم الرسمه بتاعته بس لو كسلان يعني زي كده مش مشكله في الامتحان يعني لو عندك وقت ترسمها بنظافه يعني. طبعا لازم تحط الفولورز. فطبعا دي نقطه ايه هي اهي ونقطه بي اهي بالمنظر ده تمام. طبعا عندك دي هتبقى الفولت اللي عند النقطه بي ودي الفولت اللي عند النقطه ايه اللي هي بتساوي نيجاتيف 13 في الاخر دلتا بي اللي انت عاوزه. حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب كان طالب مننا مطلوب في الاخر قال لك اعمل لي بقى في اوت فيرسز في ريزيستنس 4 اعمل لي كيرف كده لل ده ريزيستنس 4 وده الفي اوت وانت عارف رينج ريزيستنس 4 120 وبتنتهي عند ال 140 ده التغير بتاعها تغير في النص وانت حاسب ان الدلتا في اوت هيبقى 0 فولت وعند ال 140 هيبقى 5 فولت وقال لك ارسم لي الكيرف ده.
هرسمه ازاي؟ هرسمه ازاي؟ طبعا هتعوض مثلا ايه؟ هيقول لي هعوض بقى اعمل مثلا عند 120 الاي 4، طبعا لازم احسب الدلتا في الاول، هتلاقيها زيرو، بعدين تحسب الفي اوت هتلاقيها زيرو. بعد كده تضرب مثلا 125 تطلع قيمه، تطلع قيمه 130 قيمه قيمه وهكذا لحد 140. انت كنت عارف هتطلع نيجاتيف 0.385، تطلع 5 فولت. فهتعمل نقط كده وتبدا ترسم نقطه 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 يعني، وتوصل بقى الخطوط دي كلها. المهم يعني انا بس مش عاوز اضيع فيها وقت، لما تيجي ترسمها بيقول لك ايفالويت اللينيارتي. فهو في الاخر لما تيجي ترسم المنظر ده هتلاقي الريليشن مش لينير، يعني هي تقريبا هتطلع حاجه زي الرسمه دي مكسره كده بس شكلها لينير. ولو تفتكر دي كانت خاصيه البريدج، وقال لك ان البريدج في الاخر بيطلع تقريبا حاجه لينير صغيره قوي، يعني هي نون لينير بس ابروكسيميت لينير، التغير في الدلتا في ريليتيف للتغير في السنسور بتاعك، هو مش لينير بس ابروكسيميت لينير. فطبعا بعد ما تعمله امبليفيكيشن برضه هيبقى برضه ابروكسيميت لينير. هو حلو بس مش احسن حاجه، احنا طبعا نفسنا اللينير، لان في الكود بقى في الاردوينو هتبقى انت اللينير كويشن سهل، نون لينير بقى هتقعد تتعب بقى وتقرب وتعمل بلاوي. فهي عامه مسائل زي ما تبقى شايف حاجه شكل ده انت بتوصل للمعادله اصلا، دي اصعب منها، دي بقى اصعب شويه. حد عنده سؤال لحد هنا؟ ايه؟ ايفالويت لينيارتي يعني انت لو انت بتشد الخط ده لقيته لينير، خط يعني شديت بالمسطره تلاقي خط، كل نقطه خط، فانت هتلاقي لا هتلاقي ده نون لينير. مش تحسب، هتبص على الكيرف ده لما تيجي تشد الجار تعملها في البيت. معلش انا مش معيش مسطره بقى ومش عارف اعملها على البورد، بس تحسبها في البيت لو انت شديت بالمسطره خط اه ده لينير. هو عاوزك تكتشف يعني، ده من النوع اللي هو بيناقشك في في الامتحان، مش هيقول لك ايفالويت اللينيات يعني، حتى انت هتعملها على مزاجك لينير هتقول لي لينير. فهو هنا بيناقشك يعني، هو بيقول لك يعني ان ار 4 لما حطيتها هنا في البريدج التغير في الدلتا في ما كانش لينير، وانت عارف اصلا القصه دي ان البريدج التغير في الدلتا في مش لينير، ابروكسيميت لينير بيفاري اراوند الزيرو. اكبر تغير خلي بالك من اكبر تغير ده كان ده لو نيجاتيف 0.385 فولت، حاجه صغننه خالص. فهو بيبقى صغير عشان هو صغير فبيبقى ابروكسيميت لينير. فهو عاوز يوريك بعد ما نعمل له ماجنيفيكيشن هيبقى برضه لسه مش لينير بس ابروكسيميت لينير. فدي حاجه كويسه بس مش احسن حاجه يعني. دي مهمه قوي بقى، دي اهم من اللي فات، اصعب منها كمان. حد من حاجه هنا؟ مهم قوي بقى ايه؟ هنتلخبط فيها مع بعض فمش عاوزين ايه؟ نجمد كده وما نتلخبطش يعني. ركز معايا. هو هنا بقى هنا كان مديك بريدج، هنا لا هنا اديك المقاومه في ايدك كده، قال لك خد السنسور ريزيستنس ده قيمته بتتراوح من بتتراوح من 25 كيلو اوم لحد 1.5 كيلو اوم. خلي بالك از الميجرد فاريبل الحاجه اللي السنسور ده بيقيسها، يعني نفترض ان السنسور ده بيقيس بريشر مثلا. فالبريشر بيقول لك لما كان مينيمم دي علاقه بالعكس هيديك اكبر مقاومه، لما كان ماكسيمم يديك اقل مقاومه. ف هي عامه مش مهمه، هتلاقي مش مهمه في المساله، سي مينيمم لسي ماكسيمم دي حاجه احنا بنقيسها، اي حاجه بريشر تمبرتشر اي حاجه. كان المقاومه عند سي مينيمم 25 كيلو اوم، تحولت لما وصل الماكسيمم 1.5 كيلو اوم. ده اللي هو قال لي في السؤال. هو بقى بيقول لي ديزاين سيجنال كونديشننج سيركت بحيث يبقى رينج الفي اوتبوت عند السي مينيمم نيجاتيف 2 فولت لبوزيتيف 2 فولت. يبقى دي الميجرد، دي السنسور، وده الفي اوت. فانت عاوز تعمل سيجنال كونديشننج دي تمام؟ هو ما قالكش، خلي بالك هنا، هو هنا في المساله قال لك انا عاوز اي حاجه، تاخد السنسور دي وتحطها في اي حاجه، واحد يقول لي حطها في ديفايدر ممكن، واحد يقول لي حطها في البريدج ممكن. هو ما لما قالكش هنا عاوزها تبقى لينير ريليشن شيب ما بين المقاومه وبين الفولت، من حقك تحطها في اي حاجه. بس لو قال لك لينير اعرف ان الحاجه الوحيده اللي هتعمل لينير ان انت تستخدم حاجه دايره من دوائر الاوب اب. وهنشوف ليه مع بعض، دي هدف المساله اكتر يعني. فانا دي لو قال لك في السؤال، خلي بالك بقى في الامتحان لو قال لك لينير دي يبقى الحل اللي عامله ده اجباري. الحل اللي عامله اجباري، لو عملته غلط هتنقص. مهمه جدا. بس خلي بالك كاتب لك جمله هنا بالاسود، قال لك خلي بالك انا عاوزك وانت بتحل
الباور ديسيبيشن في الريزيستنس اللي هديها لك دي ما يزيدش عن 2.5 ملي وات باور ديسيبيشن. يعني المقاومه دي لو ليه باور ديسيبيشن مهم؟ لان ده مقاومه اللي مش فيها كارنت بتسخن، والسخونيه بتاعتها دي بتاثر في قيمه مقاومتها، فتبقى بتقيس قيمه غلط يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي هي مشاكل السنسورز اللي هي فاريشن في ريزيستنس، لان هو ريزيستنس فلما يمشي فيه كارنت مقاومته تتغير، فيبقى القياس اللي بيقيسه غلط. فعشان كده بيقول لك لازم تقيس بيبقى فيه كونسترين كده 2.5 ملي وات. طيب فهنا برضو سيادتك انت لازم تعرف الريليشن العلاقه بتاعتك. هو لو قال لك في الامتحان لينيرلي يبقى لازم تمشي حل بقى اللي انا هحله لك. اول حاجه كليت ريليشن بتوين الفي اوت اند الار اس تو بي، العلاقه بقى اللي انا عاوز اجيبها ان في اوت بيساوي ريليشن ستريت لاين ام سلوب في الار بتاعت السنسور زائد اوفست فولتج زي اللي عملناه قبل كده، واعوض برضه نقطتين ونعوض بنقطتين. ان انا عندي لما كان عندي نيجاتيف 2 فولت هيصبح عندي يا اما انا مش عارف الار سنسور انا عارفها على نيجاتيف 2 فولت 25000 لو انت 25 كيلو اوم، لو انت تتلخبط من ملي وات وكيلو اوم وامبير والحاجات دي رجع كل حاجه لاصلها. خلي بالك يعني عشان ايه؟ لو هتشتغل بالكيلو اوم يبقى خلي بالك انت شغال ملي امبير قصه كده. فلو هتتلخبط انت جاي يا باشمهندس؟ انت جاي معانا؟ هو سيكشن خلص. اتلخبط. فلو هتتلخبط في اليونتس عوض من الاول يعني 25000 اوم. يجري ده بيبقى حل لطيف يعني. زائد دي اوفست. دي ايكويشن 1. والنقطة الثانية اللي هي فولت ب 2 فولت المفروض يساوي ام في 1.5 كيلو اللي هي 1500 اوم. ده دي اوفست. ودي ايكويشن 2. طبعا هنسولف ايكويشن 1 سولفينج 1 اند 2. طبعا دي تضاعف في الكلام ولا الكلام؟ تعرف تحلها مع بعض ولا مع طول؟ تعرف تحط تحت من دي 1 من 2 وتجيب الفي اوفست وبعدين تعوض. اعتقد سهلة يعني. المهم هتلاقي ان السلوب هيساوي نيجاتيف 1.7 في 10 باور نيجاتيف 4. ليه نيجاتيف 4 دي طلعت؟ حد متخيل؟ عشان عوضت قيم المقاومات نفسها يعني 25000 و1500. لو ما كانش عندك كنت حطيت بالكيلو كان السلوب ده هيطلع اصغر يعني، بس تبقى عارف انت شغال بالاومز يعني. والفي اوفست ده طبعا لازم يطلع منطقي في رينج 2.255 فولت. فلما اجيب الاثنين دول يبقى 0.4 الريليشن شيب بتاعتك ان في اوت بيساوي 1.7 في 10 باور نيجاتيف 4 مضروبه في الار اس. وخلي بالك بس انك تبدا هنا اوم عشان لما تيجي تعوض يبقى عارف ان ده هيتضرب في اوم اللي هي رينج البي، فده منطقي. انما كنت اشيل ال 10 باور نيجاتيف 4 دي كانت هتبقى 17 بس لو ده كان بالكيلو اوم. الاثنين صح يعني، انت عوضت بالكيلو اوم صح مش غلط، بس انا كده كده بجيب اوم يعني زائد 2.255. فاحنا وصلنا لايه؟ الايكويشن. فدايما المسائل الديزاين دي بتبقى اول خطوه ان انت تجيب اصلا الايكويشن. اول خطوه ان انت تجيب الايكويشن. حد عنده مشكله؟ فهو كمان حتى لو اداك الايكويشن دي خلي بالك هنا العلاقه لينير خطيه، دي اوت بتتراوح مع ار اس دي بطريقه خطيه. دي معادله ستريت لاين يعني. فطبعا لو بصيت في الجدول ده هتلاقي ممكن تستخدم انفرتنج امبليفاير. ركز معايا، انفرتنج امبليفاير تحط الار اس هنا مكان الار 2 وده كونستنت وده كونستنت، يبقى ار اس فوق يبقى علاقه خطيه. طبعا انا بتكلم على الجزء ده فقط يعني. هي دي المفروض تطلع نيجاتيف في السوري في نيجاتيف هنا. فطبعا الجزء ده يجي منين؟ يجي من هنا. احط بس ار اس هنا. حد عنده مشكلة؟ ماشي. خلي بالك بس قبل ما اتحمس كده واحلها ما تنساش الكونسترين اللي هو اداهولي. واحد قال لي اه يعني انا ممكن اجيب الجزء ده اجيبه بانفرتنج امبليفاير. يقول لي بمنتهى البساطة احط ادي احط الار اس بتاعتي هنا نيجاتيف بوستيف وفي اوت هنا
هيكون بيساوي نيجاتيف ار اس على ار واحد اللي هنا وفي ان ده كونستنت. ار اس يعني في في ان على ار 1 واظبط في ان على ار 1 يبقى الكوفيشن ده وابقى خلصت. فده حل صح لو ما قالكش السطر ده. خلي بالك بقى لو ما قالكش السطر ده. السطر ده بيقول لك ايه؟ لازم يبقى باور ديسيبيشن في السنسور ما يعديش 2.5 ملي وات. يقصد ايه؟ الكرنت اللي ماشي هنا لازم تخليه صغير. لازم تخليه صغير. عشان ليش دي؟ فللاسف مش هنعرف نحلها على مره واحده. مش هنعرف نحلها على مره واحده. فهنأجل الحماسه بس شويه كده. بس هي الجزء الاولاني من الحل ده فعلا. فهنحط ار اس هنا. بس ده مش هيبقى في اوت النهائي بتاعنا، ده نفترض ده اسمه في 1. نفترض اسمه في 1. ركز بقى معايا. فاحنا عاوزين ايه؟ قال لك ده ديزاين فور ستريم بقى. ديزاين فور ستريم. ان الباور الماكسيمم اللي يعدي الار اس دي يكون بيساوي 2.5 ملي وات. وعشان ما اتلخبطش في اليونتس احط في 10 باور نيجاتيف 3 وات وخلاص. تمام؟ بيساوي الكرنت الماكسيمم سكويرد في ار اس. انهي قيمة ار اس بقى؟ ار اس الماكسيمم ولا ار اس المينيمم؟ خلي بالك دي غلطة في الريفرنس. في الريفرنس حط ار اس مينيمم. في الريفرنس غلط، دي غلطة في الريفرنس. ار اس مينيمم قال لك ايه؟ لأن الكرنت ده هيأثر لو ار اس صغير الكرنت هيبقى صغير. وده غلط طبعا. مين حد عارف ايه اللي بيأثر في قيمة الكرنت اللي بتتساب؟ ار 1 لان مفيش اصلا كارنت بيخش كده. فالكارنت الوحيد الانبوت امبيدنس هي اللي تاثر في قيمه الكارنت، مش كده سموها انبوت امبيدنس. ار 1 بس هي اللي تاثر في قيمه الكارنت. اما الفي فورورد دي بتعمل هي تعمل ماجنيفيكيشن، هي تعمل امبليفيكيشن اصلا. هي تعمل امبليفيكيشن. فار اس مش هتاثر على الكارنت اصلا. فصح صح هنا الراجل ده ار ماكس. خلي بالك في الريفرنس عملها ار مينيمم. حل الريفرنس الاول هنا غلط. تمام؟ قيم بس غلط. فهي المفروض ار ماكس. ليه؟ لان الار 1 هي اللي بتاثر في الكارنت المسؤول. الفيد فورورد ريزيستنس او الفيد ريزيستنس هي بتاثر في الامبليفيكيشن. تمام؟ حد عنده مشكله لحد هنا؟ طيب فانت عارف ان فده تقول خلاص ان الاي اكبر كارنت مسحوب هو بيكون بيساوي اكبر كارنت مسحوب تحت الروب بقى الباور الماكسيمم على الار الماكسيمم. صح كده؟ 2.5 10 باور 3 على ار ماكسيمم اللي هي 25 10 باور 3. المنظر ده اقول لك هتفرق في ايه دلوقتي؟ فهتلاقي ان الكارنت ماكسيمم ابروكسيميتلي هيطلع 3.63 10 باور 4 امبير. بالامبير طبعا لو ملي امبير يبقى 0.3. فده اصغر كارنت المفروض يعدي في المقاومه عشان الدنيا يبقى باور ديسيبيشن صح. فهو دايما في ريفرنس يعمل ايه؟ يقول لك زياده سيفتي فاكتور. يبقى فور سيفتي مثلا ليت انه اي ماكسيمم يساوي 3 يا عم على طول. 3 في 10 باور 4 امبير. 3 يبقى ده اكبر كارنت المفروض يعدي. اكبر كارنت المفروض يعدي. وطبعا هو اصلا مش هيجي، الكارنت مش هيتغير. الكارنت ثابت اصلا. لان الار 1 احنا والفي ان هنظبطهم ان هم يكونوا ثوابت. هنظبطهم ان هم يكونوا ثوابت. طيب من معلومه الكارنت دي اقدر اجيب ايه؟ هو الكارنت حد عارف يساوي ايه؟ الاي ده؟ الفي ان على الار 1. ايه؟ الفي ان بتاعها الار 1. فمنه 04 ليت الفي ان مثلا بيساوي 3 فولت اند ار 1 هيكون بيساوي عملتها كام؟ 10 كيلو. فلما تقسم 3 على 10 كيلو يطلع لك الرقم ده. 3 على 10 كيلو دي 10 باور 4 يطلع لك الرقم ده. فلو احنا عجبت عوضت بقى دلوقتي حطيت ده 3 فولت خلي بالك ان انا هغير فيها كتير مسألة دي فيها تفكير و10K
على 10 فالمهم يعني هتلاقي 3 في 10 باور نيجاتيف 4 ار اس. فلما انت لعبت في الباور ديسيبيشن اتبعك ان في 1 يبقى الرقم ده، خلي بالك انت كنت عاوز الرقم ده. فاللعبه جت من هنا بقى ان هو ما طلعش الرقم اللي انت عايزه. تمام؟ فده مش ده الرقم اللي انا عايزه. تمام. فالرقم ده محتاج يتضرب في جهه ثانيه عشان يتغير يعني. فالباور ديسيبيشن اكبر من في 1 تبقى بالمنظر. تمام؟ طبعا ده انا قلت ده جايبها منين؟ انا قلت ده جايبها منين؟ ما قلتش ديفايدر برضه، ما انا عارفين ما دي لازم تيجي من ديفايدر. دي جزء من المساله لازم تحطه يعني. حتى لو انت حطيته على جنب كده في رسمه على طول ديفايدر وقيم تمام. ما تكتبش كلمه ديفايدر كده. ما حدش يكتب كلمه ديفايدر يعني دي طبعا عشان بس ما قلتش ده يعني. طبعا ده جاي طبعا هنا في فولور. طبعا فولور في الامتحان تقسمه ورسمته يعني. عشان بس يبقى خايف الناس تقلدني على طول يعني. طبعا احسب واحسب. ماشي فطبعا من الواضح ان دي مش قيمه احنا عاوزينها. فانا عارف في الاخر القيمه دي تتحول لده وازود عليها ترم. تمام؟ طبعا ممكن نعمل الكلام ده كله عن طريق ايه بقى؟ خطوه واحده. عن طريق مثلا حاجه زي الصمم مثلا او تجرب انت فيه. انا بس هعملها وصراحه اشوفك مركز معايا ولا لا. هعملها على فرقه وشوف مركز معايا ولا لا، وهمشي الحل من الاخر. لا اتفضل. من ده اه عملت ده مش اصغر؟ انا بتكلم يعني لو رجعت الايكويشن بتاعت الفي اوت الار هنا مضروب فين الفي اوت؟ كام؟ هنا الايكويشن بتاعت الفي اوت ستريت لاين اللي تحت في المربع ده اه الفي اوت بتساوي الار اس مضروبه في 1.7 تمام طب ستريت لاين نيجاتيف 4 انا مش عارف جدا طب ليه ما انا اجيب؟ لا ليه؟ ما انا لما هجيبه ده كده كارنت اقل من اللي هي اه انا قصدي اجيبها مره واحده ماشي بس ده بعد ما حليت ده انت عرفت المعلومه دي بص زميلك بيقول لك ايه؟ انت اكتشفت كده بعد ما حليت بعد ما جبت ده صح؟ زميلي برضه ان شاء الله بيقول لي ايه؟ بيقول لي خلي بالك بقى انا ممكن انا بس بمشي ايه بالخطوات البسيطه لاي حد بسيط هيحلها هو انا اكيد لازم اوصل لاي ماكسيمم عشان اعرف بص بقى زميلي ايه قال لي ايه؟ قال لي خلي بالك لو انت لعبت في الجيم ده تحس خلي ده اصلا 1.7 انت بتضمن ان في كارنت اقل من اللي انت عاوزه هيعدي اصلا. حد فاهم حاجه؟ فهو بيقول لي انت لو لعبت يعني مثلا زودت المقاومه دي بدل ما هي 10 يا عم خليتها 100 ميجا خليتك حاجه كبيره جدا فلو خليت حاجه كبيره جدا الريشو دي هتبقى قليله قوي تمام؟ فبقى احسن من اللي انت عاوزه بس هو اجباري او يستحسن طبعا تخليها تطلع زي ده بالظبط لان ده ريكوايرد تمام؟ فطبعا لو حد ايه ماشي بالبركه وحل على طول كان هو هيساتسفاي الكونديشن من غير ما ياخد باله. هي الايكويشن دي بتساتسفاي الكونديشن ده من غير ما كنت تاخد بالك اصلا. ماشي كويس حد واخد باله من حاجه. طب انا هحلها برضو لو انا مش واخد بالي، لان مش سيستماتيك عشان بس ما نلخبطش الناس. وهحاول امشي كده هعمل شويه حركات غريبه. هعمل شويه حركات غريبه. انا هفترض ان ده نيجاتيف 3 فولت، ركز معايا. خلي الفي انبوت نيجاتيف 3. وخلي الفولت شورس هنا مثلا كان نيجاتيف 15. إذا ينفع استخدم نيجاتيف انا بس عشان اوريك ان انا ينفع استخدم نيجاتيف فولت سورس نيجاتيف 15 اه ينفع فايه نيجاتيف 3 فليه عملت كده هتلاقي نيجاتيف 1 من هنا حد عنده مشكله ده؟ عشان هيدخلها على الانفستمنت حد عنده مشكله ده؟ خليتها رقم بالبوست بوست دلوقتي وهجيب برضه من النيجاتيف 15 فولت هو نفس الفولتج سورس هعمل ديفايدر سيركت ثانيه وبعدين فولتج فور فولتج فور اللي هو بلس ماينس وطلعت نيجاتيف 2.255 فولت ده ممكن انا بس عشان اوريك انت ممكن الريفرنس اعملها كده ممكن استخدم نيجاتيف فولتج سورسز بص بقى خد الرقم ده وده وحط الاثنين في دايره صامينج امبليفاير بص ده انا مش شايف من الاول للاخر بقى ده البي اوت انا مش شايف من ناحيه بالعكس يعني 17 ركز بقى معايا فانت طبعا ايه انا
الشيك بتاعه. هل لما ساتسفاي المطلوب ولا لا؟ مبدئيا الدايره الاوليه دي دي 1 بتساتسفاي الجزء الاولاني. الجزء الاولاني بتاع باور ديسيبيشن تمام. انا عاوز بقى بتساتسفاي الايكويشن دي ولا لا؟ تعال نجرب. انا معايا في 1 اهو، في 1 بيساوي 3 في 10 باور نيجاتيف 4 ار اس. ومعايا الفولت اللي عند النقطه دي افترض ان هو في 2. في 2 بيساوي 2.25. في اوت من السامنج، في اوت من دايره السامنج بيساوي نيجاتيف الار الار بتاعك، فبيساوي نيجاتيف 10 على 17.67 في 3 في 10 باور نيجاتيف 4 ار اس. الكلام ده كله زائد نيجاتيف 10 على 10 مضروب في نيجاتيف، دي نيجاتيف نيجاتيف 2255. فلما تيجي سيادتك تعوض هتيجي تضرب ده في ده هتلاقي عندك النيجاتيف تظهر نيجاتيف 1.7 10 باور نيجاتيف 4 ار اس، وده هيبقى بواحد في نيجاتيف يبقى بوزيتيف 2.255. اللي زميلي بيقوله لي اللي زميلي بيقوله لي بقى اللي هو مصر خد باله من حاجه ان هو لو لقى القيمه دي كان هيخلي دي 10 كيلو هي كمان، ويبقى سامنج يونت بيجمع بدون اي جيب، ودي ملحوظه لطيفه يعني تمام. فهو كده حقق سيفتي اكبر من اللي انا عملته. بس طبعا لو انت مش واخد بالك هتمشيها بالخطوات دي، هتمشيها كده وبعدين تبدا تزاين الكلام تمام. المسائل دي محتاج تمشي ايدك بس فيها، لان هي ايه فيها ايه فيها تفكير شويه. انت عارف المكعبات اللي كانوا اللي عندك دي وازاي هتبدا تركبها، ازاي هتبدا تركبها. وده لما بيجي حاجات خبيثه زي دي باور ديستريبيوشن مش عارف ايه، طيب هيقول لك المساله بكام دايما دي، اغلب النقص بيبقى على دي، خصوصا على التريكات الصغيره دي تمام. الحته الصغيره دي تبقى دايما هتشوفها بقى في الشواطر بتاعت السنسورز قدامي. حد عنده اي اسئله؟